النهاردة مش يوم فريق في الصطاد بدون أدنى شك بالنسبة له ما جاش الصطاد. إزيس بقى مستعدين جدا، المجهود واضح، يعني فعلا مش هيعدوا سؤال. برافو عليك، إجابة صحيحة. الحمد لله قدرت اجاوب على الهدف الذهبي اللي نوعا ما رجع املنا في الماتش، بس ستيل الامل بعيد وصعب، بس باذن الله ربنا يوفقنا ونقدر نرجع نتعادل. بس صحيح الفرق لسه موجود، متقدمين بس لسه بدري جدا، عجله الحظ ممكن تغير نتيجه اي مباراه. اتمنى ان احنا نكمل على نفس الثبات وان شاء الله باذن الله نكسب ونصعد للنهائي. الماتش كان صعب بصراحه، وفريقنا مش في يومه، احنا شبه خرجنا من البطوله، لو قدرنا نعوض من عجله الحظ فهتبقى معجزه. أمل موجود، ولكن محتاجين شوية حظ لفريق الفستان.